صباح الخير للجميع. أكيد الكل عارف قديش الظروف يلي عم نمر فيها ومرقنا فيها قبل أمور سلبية عم تنعكس على حياتنا، إن كان جائحة الكورونا وما خلفته من أمور سلبية على حياة الإنسان، إن كان العنف والجريمة، إن كان الأمور يلي اليوم عم تسرقنا من حياتنا. نحن اليوم على مفترق طرق، بحاجة اليوم نقيم كل هاي التجربة يلي عشناها ونحط أولويات جديدة في حياتنا. كان دائما صوت الضمير والصوت الديني يلي هو جزء لا يتجزأ من المجتمع ومن هذه الأرض المقدسة، كان دائما له رسالة يعكس فيها المبادئ الإنسانية والدينية يلي هي محفورة بضمير وبقلب كل إنسان مخلوق على صورة الله. من هون كان حضورنا دائما في مؤتمرات، في جلسات، لكي نتكلم عن هاي الأحداث كلياتها يلي واجهتنا ورح تواجهنا أيضا في المستقبل. من هذا المنطلق نحن اليوم موجودين في هاي المسيرة، مسيرة الأديان يلي عم بترجعنا بالأخير للتعليم الذي هو من الله تعالى لخير وخلاص كل إنسان. كيف ما قلنا شاركنا في عدة أمور وجلسات ومؤتمرات، وسنشارك أيضا في الأسبوع القادم في مؤتمر الأديان والتسامح واحترام الآخر في مدينة دبي في الإمارات العربية المتحدة مع رؤساء الأديان في هذه الأرض المقدسة، لنعكس صورة النسيج الاجتماعي يلي موجود في هاي الأرض، ونعطي رسالة إلى كل العالم بأنه لا شيء مستحيل على الإنسان عندما يكون متحد في الأمور الأساسية الخاصة في الحياة الإنسانية. نحن اليوم بحاجة لتكونوا حدنا، بحاجة لأنكم تشاركونا من خلال كل هالأحداث هاي يلي رح تصير في دبي، وتصلوا معانا لنقدر فعلا نضع أصبعنا على الأمور المؤلمة يلي تختص بحياة الإنسان ونحاول نعالجها من خلال الحوار بالمحبة، من خلال الحوار بالتسامح، من خلال الحوار باحترام الآخر بغض النظر انتمائه الديني أو العنصري أو الجنسي. نحن اليوم بحاجة لنكون واحد مع هذا المبدأ يلي هو أساس كل دين، الحفاظ على قدسية الحياة. فالتسامح واحترام الآخر يلي هو عنوان هذا المعرض الكبير في دبي رح نشارك فيه، لنعكس كمان مرة أهمية الموضوع الديني وأهمية الدين الذي هو مؤسس على المبادئ الإنسانية الحقيقية، قديش هذا إشي ضروري في حياتنا. ابتعادنا عن الصلاة، ابتعادنا عن الكنيسة، ابتعادنا عن الأمور الدينية هو واحد من الأسباب يلي خلتنا فعلا نفقد البوصلة. فنحن اليوم مدعوين لنرجع ونقيم ذواتنا، نقيم حياتنا على خلفية هاي الأحداث المؤلمة اللي عم نمر فيها، لنقدر نكتشف من جديد قدسية الحياة يلي هي شيء جدا 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 مهم وإلهي، وأيضا بحاجة لإله في كل مرحلة من مراحل حياتنا. بحب أشكركم، بتمنى لكم كل الخير، بتمنى لكم أن يكون هذا المشوار يلي عم نمشي مع بعض، وخصوصا مع بداية ما يسمى بالسينودوس، السير معا نحو اكتشاف جديد لدور الإيمان بالله الواحد، دور الإيمان بالسيد المسيح، كيف يمكن أن يعطينا دفعة إلى الأمام لنقيم حياتنا المسيحية بالشكل الصحيح. هذا ما أتمنى لكم أيها الأحباء. شكرا على هذه المشاهدة، ربنا يبارككم ويعطيكم
كل خير في حياتكم. آمين.